محبوباتي الغاليات، مشتركات ومشتركي قناة جميلة أونلاين، مرحبا بكم جميعا معنا في حلقة اليوم. مرحبا بك السي خالد. مرحبا. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ غبرتي علينا ولكن جبتي لينا شي حاجة اللي هي بصراحة واو. الله يعطيك الصحة وتبارك الله عليك. الله يبارك فيك، والفضل ديما كيبقى لاله جميله. الله يطول عمرك السي خالد، الله يخطيك. كطحن ضرب الطريق وتقلب لكم على شي حاجه رخيصه وكتقلب ولكن بالصحه خالد كتجيب لينا هادي. دابا درنا ان شاء الله واحد البروموسيو ديال راس العام خطير، واحد الخمسه واحد الشهر شهر ان شاء الله جميلة جميلة يعني من دابا حتى الاخر ديال شهر واحد درنا الثمن زويون كذا في العمر ولا البنات المسامحة. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم، وديما كنشكر لي كليون الناس المتتبعين ديال جميلة. الله يحفظك السي خالد، الحمد لله ديما معاكم وخدامين ليكم. مرحبا بكم. الله يحفظك. انا بعدا كنضرب لك الف تحية وسلام قسما بالله وكل من كيهز الهم لولاد الشعب، فاحنا اكيد معكم دائما. اذا الحلقة ديال اليوم البنات كتبدا ب 200 مش 200 23 درهم، بغيت نقول 230 درهم، بغيت نقول 23 درهم قلت 230، 23 درهم. تخيلوا معايا 400، ما بغاش تخرج ليا 460 ريال، حيت ديما 4000 4000 4000. كاين كاين شكيلات، عندنا واحد 6000 متر صول جبنا لكليون فترة العام، صولدين حنا السلعه تقريبا كامله مصولدينها كلها، بغينا باش غادي ندخلوا ان شاء الله ديال شي حاجه اخرى جديده، دابا هادشي تنحيدو فيه ان شاء الله. دونك ليكيداسيون توتال البنات، ولكن كيطيح على دونك تتقلب انت تتقلب على الهوتيل، راه ماشي رحنا حنا كنقلبوا حتى نتوما تتقلبوا، راه نتوما اللي كتقلبوا باش حنا كنقدروا نديروا فيديوهات. واكيد اللي عنده شي ميل يتصل دائما بجميله اونلاين. اذا مرحبا بكم البنات، ما غاديش نزيدو نطولوا عليكم، غادي نبداو ان شاء الله تعالى. باش غادي نبداوش بالهوته بصراحه، المحل كله على نزيد اليوم. اذا غادي نبداو لكم البنات برخيص ب 100 ما بغاش تخرج لي 460 ريال، حيت اول مره تنقول هذا البخي. 460 ريال البنات في الطلميطه ديال الهبال، عندك سيجور، عندك فوتويت كيتغلبوا في كيتغلفوا فيهم باردون، حتى الفوتويت البنات اللي دادر اللي بغا يدير السلاد بخدات شري بيت الكلاس الروينه وتمارة ومراقي والثمن زويون واثمنة اكيد حصريه. دونك ليك واللي عزيز عليك، ودائما ادي بتي بخي بحال هكا ومباشرة من تمارة البنات غتعاود لنا الشارع سميتو شارع مولاي رشيد قيصرية البركة، وغادي نرجعوا اكيد الفيديو البنات اللي في الاول، والرقم ديال رشيد اللي هو دائما في اعلى الفيديو البنات 016 740 719. اذا تاج محل، تاج محل بوتيك البنات سميتو تاج محل. مرحبا بمدينة تمارة، ترحب بك جن سي خالد، وغادي نبداو ان شاء الله على بركة الله. اذا تفضل معايا. اذا البنات غادي نبداو على بركة الله بالطليمطات اللي الثمن ديالهم 460 ريال. 460 ريال البنات، 23 درهم. يلا تبرعوا لي البنات 460 ريال. شوف البنات كما قلنا في اللايف، انت ما خبشوه كاع، اثمنه مناسبه. دونك فيه هذا الشعله كاينه 6000 متر هي اللي كاينه، يلا باش الناس يجيو يتقداو، حيت الناس كيجيو كيقول لا ما كنلقاوش ديال 20 درهم 23 درهم. كاينه البنات عباره كاينين ديال، ولكن الا زربوا خالد لا اللي زربوا، حيت هادشي فيه بروموسيون ديال شهر. اذا ها انتم هذا في هذا اللون، في هذاك اللون وفي هذا اللون، هذا دائما الاختلاف البنات باش تشوفوا. ها انتم الفرق راه باين في اللوينات اكيد. ها انتم المارون، هذا داخل فيه المارون الموف والخضر، هذا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا الزريرق، شوفوا الموف، شوفوا الشويه بداك التركواز فيه كيحمق. دوك هادو هما اللوينات بجوج، شفتوا؟ عطيني خالد عفاك ديك الخديه اللي تما، ديك الخديه اللي موراك اييه، باش نوريهم حيت كاين فرق بين الخديه وخديه. ها انتم هما الخدادي بجوج 460 ريال البنات، ها انتم ها هما بجوج بهم، وانتم اختاروا اللي بغيتوا. والاوني ديالهم كاين تاهو في اللوينات، هذاك الاوني ديالهم خالد ديالهم كاين تاهو في اللوينات، تاهو 23 تاهو 23 درهم. طوب الله يعطيك الصحه. هذا اللي كما قلنا، ها انتم البنات الطلميطه كيفاش كتجي، فيها المارون فيها الصومو 23 درهم، 600 ريال البنات. الغماج وغليظ البنات، ماشي مبره دائما. الاوني تاع البنات كاين ها انتم هذا البيج اللي فيه هذا مي شوي الكري، كاين هذا الكري فونسي، كاين هذا البيج كريمي بارد، كيما قلنا فيهم كاع اللوينات، كاين الموف الا بغيتي ديري معاه هذا كيحمق. دونك هنا 600 ريال هادشي كامل اللي كتشوفوا البنات، ها الخضيضر ديالو. دونك افو دو شوازيغ صفر، هاد الشكل تا هو كيجي رومي زوين البنات، ها الموف. دونك هادو كاملين حتى الفيشيا، هذا حمقني هاد الفيشيا بنات صغار. شوفوا الالوان البنات، داك لو جون موطار، هاد الموف روعه روعه. بغيتو تضربوا مع البيج سامبل، بغيت اللي كيبغي الكولور هكا فلاشونط بزاف تاخذ معاه الموف. انا جو بريفير هاد لي غري، يجي غزال، غيجي تري كلاس. غادي ندوزو دابا البنات لثلاثه
سالينا دابا 23 درهم حدها البنات هنايا، غادي نمشيو دابا 30 درهم. 30 درهم الكاس هادو المشموم ديال الكاس ولا الرخامه ولا الغماش كيسميهم زوينين هادو. دونك فيهم ثلاثة د اللوينات البنات كما قلنا لكم في اللايف، كاين هاد الستيل لاحظوا اللون والزواقه دائما وديما فيهم بحال الرخام. الميطه خديه شفتوا كيف كتجي 30 درهم منو طلميطه هادي خديه، هذا المخاد هاد الطلانطه هو فيه الورده الصغيره اييه هادي طلميطه البنات فيها ورده كبيره وديما 30 درهم طلميطه الخديه باردون والطلميطه كتكون وتوبها سلعه فابور كادو كادو هذه راه كادو كلها كادو, كادو. اذا هذا اللي فيها البنات وريدات هكا هاد سلسله الوريدات قسمنا الثمن ديالك درنا لك الثمن الله يطول عمرك السي خالد الله يخطيك. هذا الثمن ديال الحبوبات الغاليات ديالي بنات الشعب اللي كنا كنهزوا الهم باش كيفاش غادي نبدلوا الطلامط دابا ما تبقايش تهزي الهم. جميله اونلاين دائما سيده الشوبينغ البنات حيت فين ما كمشيت كنديكم معايا غادي نبقاو دائما في 30 درهم. هذا هو اللي قلت لكم البنات غليظ في اللايف زعما تشوفوا كاين كما كنقولوا واقف غلط هذا من هذا اللي ورينا هذا اللون ديالو في اللوزه لان فيه لي كولور سموه اللوزه عقلوا على البنات اللون. هذا 30 درهم هذا فيه مثلثات هكا شوف سميتو ليزر خطير هذا عرفتي في الفوطيات هذا كي غيطلع تيجي غزال. هذا الريدو 30 درهم ديال اللولان احنا باقيين دائما في 30 درهم. هذا الريدو البنات حيدنا دابا من الطلميطه نرجعوا للريدو اللولان كيتقشوا التوب ديالو اللولان فيه البيض والكحل والكري 40 متر 50 متر وفي العرض ديالو شحال كيكون في الطول؟ 3 ديال العرض 3 ديما 3 متر في العرض 3 متر ديال العرض حاجة زوينة ودائما البنات لاليزيير هانتوما ميد ان سبين. هذه هي الهوته كيدخلوا على الهوته وكيجيبوها لينا فالله يعطيهم الصحة بصراحة 60 درهم جميلة غزالين هادو هانتوما هادو ما وريناش لكم في اللايف البنات شتي ديما كندير لكم سيربرايز حتى هما فيهم داك بحال الرخامة الغماش دائما فيهم هذا الاحمر والخضر الرجا والوليدات بجوج تحيه كبيره لكاع الفرق المغربيه ها انتوما سينو خذوا الجون موتار والخضيدر ودائما الارضيه بيج بون كاسي واخا بونجات مسحي ما تشرب بلا ما تهزي الطلميطه كامله وتصبني ها انتوما البنات كتيجي بغيتو ديروا مع الاني ديالو في الاحمر ولا في الخضر ولا في البلاج ولا فاش ما بغيتو دائما اللي كيبغي يهبط اللون يردو خفيف زويون 30 درهم شوفوا 600 ريال هذا موبرا حتى هو غلي هو ها انتم تهرد كيداير كيفاش داير شوفوا الناس الوريدات شوفوا المهمات الغاليات غزاله الاني ديالو كيمشي معاه يا والله العظيم ها انتم هاي هاي غنقلب لكم باش تشوف ها الطلميطه ها الخديه ها الطلميط ها الخديه بغيتو كاع هذا يقدر يخرج منه كلشي 30 درهم 600 ريال هذا حتى هو البنات 600 ريال ديال الوريده 600 ريال كيتباع ب 60 درهم كيتباع ب 40 درهم دابا 600 ريال 30 درهم شوفوا الالوان البنات شوفوا هذا رومي شوفوا كيحمق فيه كاع الالوان اللي تبغيو 30 درهم هادو كاملين 30 درهم هذا رومي كاملين 30 درهم طلاقه صور 30 درهم هذا الشيء اللي كنوريكم البنات هو اللي ب 30 درهم يعني اللي شفتوا في الصوره هذا حتى هو 30 درهم هذا رومي حتى هو غزال هذا هو اللي في الخدة اللي في الخدية هذا في البنات ستيل امازيغي رائع جدا ستيل ديالو البنات امازيغي في هاد لي موتيف هكا والالوان دائما هادو هما لا طوندونس دابا هاد اللوينات البنات هما الجديد تنخرجوا السلعة ها انتم البروموسيون ديال راس العام جاب لكم خالد ها الخدية ديالو شوفوا بالصومون كيفاش جا وكيبقى لكم الاختيار بغيتو تغمقوا كثر الصالون مضوي بزاف غديروا الزرق بغيتو تقدروا ديروا اي لون جون موتاغ على حساب انتم دائما والشهوة ديالكم 30 درهم 600 ريال ها انتم عطا الله الخير البنات غير اجيو مرحبا بكم هذا فيه التركواز وفيه الكري هاد الزوقه عندنا غير حنايا ما كاينش يمكن هاد الزوقه شي نجيبوها خاصه لينا الله يعطيك الصحه يا خالد 30 درهم وزوين ما فيها لا ورد لا والو وهادو خالد اللي فيهم الشجره هكا هادو اللي فيهم الشجرات 40 درهم هادو البنات 40 درهم هما اللي كاينين هنا 40 درهم ها انتم هادو 40 درهم ندير فيهم الشجيرات بالموف رائعين جدا الجديد دابا الناس تيقلبوا على الجديد هذا الرومي الهاي الهاي كلاس 40 درهم البنات ما بقاتش 60 درهم 40 درهم فيهم جوج ديال لي كولور كاين هاد لا كولور هادي داك اللون البارد وكاين البنات الاني ديال دونك بحال بحال ها انتوما كتخدموه حتى هو باش ما بغيتو بالفيشيا بالخضيدار دائما 40 درهم 800 ريال البنات تاج محل هذا هو الكود كار ديال الحلقه ديال اليوم البنات 30 درهم 600 ريال تاج محل شوفوا الخديه كيفاش دايره
روعه ابيض وفيه هذا الكارتي حيت كاين البيض في البيض ياك خالد. ها انتوما كاينه البنات البيض في البيض في البيض كاين النوار. هذا الكارتي كيحمق 600 ريال البنات المترو 30 درهم عباد الله ما بقاش الله الا سلعه بالكادو هي هذه هذه سلعه الكادو 600 ريال. وكاين الطرز الفاسي طرز الفاسي 50 درهم الفاسي ديالو البنات ب 50 درهم 1000 ريال عرفتي كويطاج ولا مضمر. هذا داير واحد صاحبتي طاتي ستيل كانت تحيه كبيره واحد يوتيوبر دايره في الصالون ديالها بحال هكا خالد داير هذا وهادو دايره فيهم دوك الخليديات الصغار هكا طويلين جواعر كيجي كيحمق ها انتوما وعاد كما قلنا راه فيه الصغير ديالو فيه هذا الخليب كيتسمى ياك هكا رشمه صغيره اللي كتجي في هذا هو الطلميطه دابا هذه الطلميطه المخده المخده ديالو كارتي حتى هي بغيتو البيض كامل حتى هي الطلميطه ومخده بغيتو ديالو عشان كاين هذا الخريب غايزال الخريب هادي باش يلاه جبناها دار كيدير فيها القفطان تاع العروسه كدير 50 درهم زوينه 50 درهم خذ هذا والله الا عندك دي بخي اللي هما زعما ابار الكاميرا عندك دي بخي خطيرين هادو 50 درهم كاينه هاد الزواقه الكبيره وكاينه هاد الصغيره البنات ثلاثه الالوان الصفر كاين هاد الفيشيا كاين الكرونه روعه 1000 ريال هذيك وهادو بغات في الارديباج راه غادا تجي ان شاء الله ان شاء الله كاينه في الصغيره وكاينه في الكبيره هاد الليزر البنات تقدروا ديروه مع هاد الاوني ديالو حتى هو قلنا 30 ياك 30 درهم هذا ديال الشجيره قلنا 40 كاين هذا 30 درهم هذا حتى هو 30 درهم حنا كنقول لكم دابا السلعه وحده وحده بروكار 50 درهم 1000 ريال البنات انتوما كيالو حاجه زوينه ديال تركيا البنات اللي كيجي كما قلنا 500 متر ولا 600 كيطلع غزال هذا الامبوس الامبوس عقلوا عليها البنات على السميات حتى هو فيه السقلي كله وفيه لوينات وفيه شكيلات هذا الرامج هذا ومقوفل الشيخ زوين كيجي هكا كيما قلنا قبيله كيجي كونفلي وفيه لوينات في الزواقه دوك الوريدات كيكونوا بلوينات ثلاثه الالوان فيه فيه الكرونه وهذا فيها الكرونه هذا الفيولي تركواز وكاين الكرونه وكاين الغوز وكاين الغوز ودائما هو كيكون كله هكا بيج ياك هذا بيج والبونكاسي مشتو البيج بلونكاسي كامل مغموق شويه جهه القهوه كريمي وكيكون فيه الوريدات باللوينات ودائما الثمن البنات 50 درهم اثمنه حصريه على قناه جميلة اونلاين 50 درهم عمركم شفتوا البنات المطرز 150 درهم 3000 ريال ايوا هو عند خالد تماره هذا سطاني انايا خطير بزاف وفيه الميتراج فيه الميتراج كاينه جوج بياسات كاين طابلو هذا غير واحد البانو تحط فيه كاين بالموزون وفيهم لي زيستراس وفيهم مطروزين باللوينات 8 الالوان تبارك الله ما شاء الله دونك في غير الكرونه في الكرونه بقى الكرونه وعندي شي اشكالات اخرين في في المطروز نيت في الفيغ في الخضر ملكي اذا غادي نشوفهم ان شاء الله هذا 80 درهم نجيب لكم الخده ديال الشوفير غزال هذا دابا قلت لكم البنات الالوان الفنه ديال شوفوا كيفاش مخدوم راه مخدومين بصح بزاف د اللوينات شوفوا الالوان اللي كيكون مخدوم فيهم هما اللي كيكونوا في لاليزيغ وفيه هاد اللوينات كاملين فيه الكري الطلميطه دائما والخديه والاوني ديالو غادي يوريها لنا خالد دابا كتطلع زويونه هادي اللي بغا يدير ستوندار ها هي هي 70 هادي الصغيره بغيتيها كبيره ديال 90 كنزيدو فيها الباتشورك من هاد من الاوني ديالو اللي بغا يزيد فيها شي باتشور اخر يزيد فيها ياك يزيد فيها شوف الظهر ديالو كيف تيجي كنا كنبيعو ب 150 درهم 140 درهم دابا صور 80 درهم 80 درهم البنات 16 ريال ها انتم كتجي فيها هادي دابا هادي الطلميطه اييه الطلميطه البنات كيدير هادي الطلميطه اييه كاين كيدير هادو مخاد كاين كي كيدير شنو هادي الطلميطه سامبل ما تيبغيش يجي بصح ترو شارجي كينقص من هادو كيدير الله يعطيك الصحه فيهم جوج الوان فيهم الكري والغوز مازال لوينات اخرين واحد الفير او اييه ما شفتوش ها هو الفير او البنات والزواقه دائما كاينه زواقه وكاين زواقات مختلفه هذا مثلا الطلميطه ديالو كتجي على هذا الشكل وكاين عاوتاني هذا الموديل هذا خديته كتجي هكا هادو تما 80 درهم كاملين ها هما الامبوس البنات غتقربي حداهم وغتشوفي مزيان ها انتم البنات هذه السلته سكيتون في الطلميطه وهذه الخديه كاين هاد لوسي هذا اللي فيه الكرونه والحمامر وهذا فيه مثل هو كاين كاين سامبل هذا البنات كاين سامبل ديالو هو هذا كتجي هكا محفر هو اي نفس الزوقه الارضيه ديال البنات كتجي محفره وحتى هو الايدي ديالو كيجي محفر
دونك في لي موديل كاملين، سواء هذا اللي فيه زواقه كبيره ولا هذاك الاخر. كاين اللي بغيتي الزواقه ديال 90 الزرق ولا الاحمر. كاين اللي فيها المخده ديال 90 بلا ما تزيدي فيها لا باتش ورك. مزيانه كتجي زواق الخديه كبيره. 80 درهم هذه ديال تركيا، حاجه مزيانه. بروميان شوا. هانتوما البنات 85 درهم. هذه الخديه بحال هذه نيت ولكن في ستيل اخر. وهادو شوفوا هانت هذه خالد هي هذه. كاينه في الازرق البنات وكاينه في الحمامه. السيل ديالها رائع في الكري هذيك. ديال تركيا اوريجين تركي. هانتوما البنات. نقلب لهم من الصباح. كيفاش بدا؟ هما كشنو كياخذوا السلعه ديال تركيا. هذه مبرة ديال تركيا البنات صبنا ديال عند الوالده بحالها دابا نوريها لك. كنصور وحدها دائما تحت. دونك هي هذه. كاين مطروز غزال ها هو 150 درهم. ايوا غادي ندوزو على المطروز شوفوا حمقني هذا. 80 درهم ها. هادو البنات مطروز ب 150 درهم 3000 ريال. هذا واش خزين ولا نوار؟ نوار وفيه الجون موطاغ. يا سلام شوفوا على الوين. بغيتي تخدمي على داك الشكل بغيتي تخدمي على هذا الشكل. دونك اما تخدم هكذا دائما باتشوار ولا تخدم في الدفاس بصح كتولي عنده جوج ديال الجوايه. الوغ هذا هما الوينات اللي فيه ولا هذا شكل ثاني؟ كاينين الوينات هذا حتى هما 150. حتى هما 150 هما هذو اللي مصورين. اييه دونك هاد الكحل البنات اللي في الصفر 150 درهم. الخضيضر تا هو مع الاوني ديالو. هاد الكري هاد البلون كاسي مع هو هذا ها هو هي الخديه ديالو مع الخضيضر. هذا تيمشي رومي اللي ما تيمشيش الصالون البلدي بزاف تيدير بحال هذا. اييه هذا مشتي منقط بالذهبي. شتو البنات هذا كيبان لكم منقط مرشوش بالذهبي. شتو هانتوما هو اللي دار فيه خالد الحوفه. وهذا الطلميطه ديالها. واكيد دائما الاوني كيبقى لكم الاختيار. دخلوا مع الخضار دخلوا مع الصفيفر كيبقى لكم لو شوا. وحتى هما الثمن تاع خالد 150 درهم. هذا 150 درهم. دونك هادشي كامل من هنا. الورده كنبيعوها ب 150 درهم. الطلميطه ولي جيتي كلشي. كاين السامبل ديالهم 80 نوار. يلاه شتو دابا الكحل نيت. وهذا البنات الموطا غزال. وكما شفتوا صبني وردي قاصحه ومطروزه دائما من الداخل يعني ما عندكش مناش تخافي. هانتوما شفتوا لا كاليتي البنات. وفيه حتى الجون موطاغ ياك فات هذا اللون موطاغ. حتى هذا كاين هذا الباج كاين هذا كاين هذا الباج حتى اخرى. هذا زواقه اخرى البنات بحال هذيك. بروميان ديال 7000 ريال 6000 ريال 150 درهم حصريا من عند خالد تماره تاج محل. كاين السامبل 100 درهم. السامبل ديالها كيدير 100 درهم. كيبقى لهم سامبل الاختيار من الرخيص حتى الرخيص حيت كلشي رخيص اليوم. هما ديال 80 درهم. اييه هذا الكري اللي كنا درنا ديال 80 درهم. كتجي الغوز والكري فيه جوج لوينات. هذه الخديه الصغيره وصوبتي لها هذا جا زوين. هذا الكالوزان روعه مع الكري فيه من هنا. هذه هانتوما البنات باش ناخذوا دائما افكار. خالد تبارك الله راه كان كيخيط راه غير ما بقاش عيا كثروا عليك المطارقه خالد ياك الله يحفظ اللوان. غادي سميتو نولي نخيط ان شاء الله. حيت كان كيخيط خالد الفوق. هادو خالد هادوك 200 درهم. اييه 4000 ريال. دونك سالينا ب 150 ومازال 150 لداخل. كاين عرفتي 150 ها هما ديال الطوسه. هاد الصفيفر هذا هذاك 150 درهم. هذا 150 درهم. هذا البنات هو هذا اللي قال لنا خالد 150 درهم باش تعقلوا الباج ديالو اللي 4000 ريال. هو الورده المربعه ياك خالد. اييه هاد المربعه وهذاك الباج الفوقاني حتى هو 200 درهم 4000 ريال البنات باش تركزوا. كاين هذا اللون حتى هو ب 150 درهم. هذا كله بسولد. هذا اللون كيحمق. هذا خالد شنقولوا ليه هذا اللون؟ هذا الاماراتي طرز الاماراتي. هكذاك هذا طرز الاماراتي. واللون البنات ماشي موطارد ماشي مارون بحال الكريمه ولكن داخل مصفر شويه. دونك اللوين غزال بزاف. اذا كما قلتي راه فيهم تبارك الله بزاف د اللوينات. هادو هذا 150. كاين هذا حتى هو 150 اكثر اللي كيدير 150 بزاف. ها الطوسه ها هي لا الطوسه اللي ورينا في اللايف. هذه حمقتني انا هي وهذه. هذه اللي كانت خدمنا فيها بزاف تبارك الله. هذه ها انتم البنات هذه بحال مصبوبه مديره بالشيته. فيها الوان كاملين شويه المارون. شوفوا الالوان اللي كاينين. كاين واحد السامبل ديالها غزال داير 100 درهم سامبل خطير. ولكن الطوسه البنات غنشدها لكم على حقها وطريقها حيت في اللايف ما تبانش لكم مزيان. دونك فيها الموف وكلهم هادشي اللي كتشوفوا البنات راه الموزونه. هانتوما الموزونه هادي. هانتوما باش ما تقولوش راه غير محطوطه ولا ها
نقولوا جميله ما كتعرفش لا ها انتم والله الا كنحيدها بضفري ها حنا ما كنديرش ضفران طوال ها انتم دونك هذه البنات 150 درهم 3000 ريال وعلى ضمانتنا لان تبارك الله خلي شوف هذه كي كتلمع ملي دار فيها الضو يعني شي صالونه خلي يكون مضوى مزيان شوف كي كتجي يطلع غزال هذاك اللي فيه شي لوين بحال هكا في الذهبي في الاور يجي كيحمق دونك هذا باش يتخدم خالد الميطه هذا كيتخدم بالسامبل الايني كديري مع شنو يدير مع الخضرنيت عند واحد الايني هو غزال هو زوين هو هذا اللي قلتي لي اييه كاين اللي كيدير هو هذا في كاع اللوان كلهم 8 اللوان في هذا ولي عرفتي كي غيجي دابا راه ما غيبانش ولكن غيجي غزال لون السماء ماوج هذا كما كنقولوا هذا هو اللون ماوج شوفوا فيه كاع اللوينات كاع اللوينات اللي كاينين في هذاك اللي تخاف كاين ما تفهموش صالون بشكل زوين اي طلع صالون خطير البنات والله العظيم شوف اللون الله الا الخيال هذا هو الخيال كاع اللوان اللي كاينين هنا كاينين لاحظوا معايا انتم حيت دابا ولاد 3 دي وهذا حتى هو 3 دي هذا راه 4 دي داير لكم خالد الاخرين ديال 700 800 درهم هادو الله بارك علينا غير السي خالد ونجيو تمارين داكشي اللي غنزيدو نزيدو شويه الطريق ونجيو اخويا نتقداو هذا حتى هو هذا حتى هو كيحملوك الموزون غزال هذا حتى هو السقليحة شوف لي داك اللي روح كيحمق البنات فيه كاع اللوينات اللي كاينين تيركواز وحتى هو ها انتم الموزون الموزون ديالو ماشي اللي محطوطه هادي مخيطين من الداخل 150 درهم فيه الزرق بلو مارين فيه هاد الموف بارد فيه الموف مغلوق ما شاء الله فيه اللوينات كيحمقوا حتى هو 150 درهم هذا حتى هو تقدر تخدمو بهذاك الانينيت حيت فيه كاع اللوينات اللي فيها خالد كلهم ماشي زوين هذا كيمشي انتم اللوينات كاملين شوفوا نمشيو كاملين فيهم الذهبي فيهم بغات الارضي راه كاين بغات الذهبي كاين كلهم كاينين اللوينات كاينين اللوينات زوينين و 150 درهم البنات ايوا البنات مرحبا بكم في الصالون المغربي ديالنا ها انتم البنات واحد الستيل كما قلنا في اللايف ستيل مغاير شويه اللي درتي ليها حاول هذا كيمشي كامل بالمضمه كديروا فيه جوج وردات والمخده ديالو بغيتي ديري فاس بغيتي بلا ما بغيتي ندير الطلميطه لا اوكي يعني دابا هذه مولاتو انتم صوبتوه لشي وحده اللي ما غاديش ما خدتش الطلميطه خدات التوب ديال اللي فيه الخده هذه وصوبت منه كامل ودارت الايني في الجناب حتى هذا السيل غزال هذا هذا كيخدم كله بالكالو اييه يبان روعه الدكارو بالكالو اذا شوفوا البنات هذا مخدوم لان علاش داك البيج بهجو عطاه واحد ليكليراج دوك تزيدي يمنا بغيتي تزيدي بحال الديكور واش كيجي زوينين ضروري من دوك دابا ما بقاش الصالون كيجي مابقاش كيديروا الخده ديال عامر الصالون كامل كيديروا كيديروا الخده ديال الكبار هكا وكيديروا مع دوك الصغيورين دونك هذا شحال الثمن ديالو خالد هذا 150 درهم حتى هو 150 وفيه الالوان بتقلل الحراره كاين الالوان هما اللي شفنا وكاين شي الوان اخرين اييه اللوينات ديالهم اللي شفنا البنات وهذا الخضر كيطلع غزال لاحظوا معايا دائما الارضيه هذا فيه الجاكار في الارضيه ستيل ديال الجاكار فيه بحال ديكم البعاد محفره ودائما الخديه ديالو وكاين هذا الستيل هذا حتى هو نفس الثمن هذا زيد فيه لي ديستراس يعني اثمنه ديال اليوم قنبله الموسم نهايه ديال 2019 ان شاء الله نودعها بالصحه والسلامه وبالطلمطات من تمره هذا خطير هذا البلوغ فيه ثلاثه هادو بحال قلتي لي الثمن ديالهم 200 سميتو الاهرام حيت فيه هذا السيل بحال ديال الاهرامات ولكن السقلي ديالو خالد شكل هذا السقلي الحر 200 درهم هذا والسامبل ديالو ولكن طب بصراحه البنات غادي نقلب لكم باش تشوفوا كيجي هكذا الخدي الطلميطه كتجي لهذا الشكل خطير روعه هذا داير 4000 ريال دونك هذه الطلميطه الاوني ديالو راه مباين وشوفوا الخديه ديالها مربعه كديره شوفوا البنات يعني كل حاجه بصراحه قال لك زيد الماء زيد الدقيق ولكن هذا لا يعني ان الاخرين راه ما زوينينش مي هادو بريمير هذا راه اللي كيدير 600 درهم 700 درهم دابا 4000 ريال هما كاينه كتكون بقى فيها سميتو تماري راسه صح ايوا المخدات وهذه بثمن زوين وكنشوفوا لها شي سامبل كنخرجوا لها صالون كيطلع لها بثمن رخيص بحال انت اللي عندها خالد صالون سومبر كيكونوا فيه ذوك الالوان بحال الحمار الخضار داك لورونج خصها دي كولور اللي يكونوا باردين باردين واللي عندها الصالون في البيج تقدر دير بحال هذا البيج فهمتي كيدخل بيستاج وفي هذا السومو كاين هذا السومون كاين لي موزون كاين داك اللوينات باردين كلها والضوء هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا حتى هو شي 180 درهم 180 درهم البيج البنات هذا البيج 180 الموف 200 درهم هذا فيه ثلاثة حتى هو الخديات والإيني ديالو ها هو هذا 150 شوف هذا 150 درهم إذا البنات سكريني ولي عجبتها شي حاجة غادي تصيفطها إن شاء الله لخالد ومرحبا بكم كيحمق هذا غزال
شو اللوينات هاد هاد المطرد هذا هذا شحال 4000 ريال كاينين اللوان كاملين ها هو الا بغات روطانه اختاري كيما بغيتي روطانه كتمشي على هاد اللوينات 16000 ريال الالوان فيها اكثر من 30 لون تقريبا هاد روطانه معروفه وعاد كيما قلت غير اجيو مرحبا بكم كاينه الهميزات مازال عند مخبيهم خالد مازال كاينين الهميزات عند خالد المهم حتى حاجه ما تخسر خاطركم اللي حبيتوها دائما حنا معكم البنات غادي ندوزو لواحد الستيل بصراحه انا اول مره كنشوفو ها واخا ضحكوا ولكن ماشي مشكل اول مره غادي نشوف هذا سميتو الماطلاسي جاني انا ملي سمعت الماطلاسي كيحسب لي واش هذا ديالنا موسيه ديال لي ماطلا قال لي خالد هادو كيديروا فيه حتى سدادر وهو اللي لا دابا طوندونس زوين انا ما كنتش كنعرفو ما كنكذبش عليك خالد اخويا فيه لواط من الداخل شوفوا مزيان الداخل ديالو كيفاش داير شفتوا البنات فيه لواط من الداخل يعني عاد فاش غايشريو هما لواط وعاد يمشيو عند سيد دابا داروا هذا في السوق اللي هو واجد موجود وناضي دونك كيجي على هذا الشكل شفتوا فيه بحال الجكرات فيه واحد الدوائر من هذه البلاصه هذه ديال الطلميطه فيه هذا اللون خضر ملكي فيه هذا ماغري ما نيود هذا بصراحه نيود لا كولور نيود وفيه بزاف ديال لي ستيل اخر كاين المارون فيه الوينات كاملين كاين الكري كلير كاين هذا البلو مارين دونك فيه الوينات وكما قالنا فيه حتى هذا لو ستيل هذا اللي كيجي واحد اللون كيحمق غادي ندور لكم نوري لكم هذا الجون موطا والثمن ديالو شحال ديال هذا خالد 50 درهم الثمن ديالو البنات كيديروا 50 درهم هذا هو الجون موطا اللي قلت لكم كيجي كيحمق 50 درهم غزالين وفيهم تقريبا كاع الالوان حتى هما كاين درجي دو التما غزالين هادو بالنور هادو 50 بليزيستراس دايرين 100 درهم هادو اللي كيديروا 230 درهم 100 درهم دابا 100 درهم كاينين هادو 45 درهم تليجه 50 درهم تليجه 50 درهم البنات وفيها حتى شكيلات هذه التليجه اللي فيها بحال مربعات صغار وكاين تليجه البنات اللي كتجي هذه حتى هي تليجه خالد هذه حتى هي تليجه كل تليجه هذه حتى هذه تليجه 50 درهم هذا الماطلاسي راه غزال هذا غلاد زوين كيدير 50 درهم هذا حتى هو 50 درهم كيتليق لكلشي طلامطم خاد فوطويات اللي بغيتي كلشي هذا مليح واللوينات البنات اللي فيه أسبرو. شوفوا اللون ديالو كيدير هادو حاجه زوينه هذا حتى هو شوفوا هاد الكرونات الاسبرو غزاله شوفوا شحال زوين الثوم ديالو غزاله البنات وغليظ شوفوا الشده كيفاش داير في الثوم ماشي بحال ملي غنقول مثلا هذا التليجه كتبان رقيقه ولكن هذا غليظ هذا عشان فوق التليجه الكرونه شوفوا هادو احسن من الانتيطاش هذا احسن من الانتيطاش ولكن غير جداد يلاه ولاو عاد ولاو هادو التليجه في الكرونه دابا هادو دايرين 50 درهم 50 درهم شوف اسبرو ديالو الانتيطاش هو الانتيطاش 40 درهم كاين والانتيطاش البنات 40 درهم هو هذا هانتوما في الالوان كامله والتليجه وهذوك حتى هما 40 درهم ياك خالد اللي فيهم اللي كنا قلنا 40 درهم هذوك اونتيطاش كاملين هذا غير مسحي فلكي هكا البونجا ولا شي زويه فنقي ولا شي فويطه ومسحي وغادي نعاود نرجع البنات التليجه بشكيلتها كاملين التليجه اللي معروفه وغنيه عن التعريف كتجي هكذا بميبره من هذا هو الوجه ديالها في البيض كاينه في البلون كاسي كاينه في الوينات ودائما على حسب الرشمه شفتوا التليجه هذه شكلها دايره ورده كبيره هذه اللي كتجي هكذا غزاله وعاد كاين الريدوات مازال دونك هذا كما شفتوا البنات كاين 30 درهم كاين في الدوري وكاين في لارجونتي وكاين هاد التول هذا داك الشبكه الرقيقه كاين شكيلات المهم ابتداء من 30 درهم كاين 30 كاين 45 كاين 100 درهم هادو 100 درهم هادو هاد الكرونه خالد الكرونه 45 درهم 45 درهم ها انتم الثاني ديالها اللي بغاها شبيكه في الكرونه شوف شوف غزاله كتجي مع هذا تجي كتحمق ومرحبا بكم كاملين المهم حنا اهم حاجه البنات هي تفرشوا داركم باحلى وابهى حاجه كاينه في السوق ديما لا توندونس ديما معاكم وديما في جنبكم جنب المراه المغربيه الغزاله والفنه بغيتي تفرشي دارك مرحبا بك دائما مع سيده شوبينغ جميله اونلاين فين ما مشيت البنات ندير شوبينغ غادي انا ماشي كنتقدا وانما كنوريكم نتوما سيدات المغربيات سيدات الشوبينغ ديال بصح حنا اللي كنتقداو حنا اللي كنمشيو للسوق حنا اللي كنمشيو نجيبو الطلامط حنا اللي كنشريو الماعن حنا فين ما مشينا سيدات الشوبينغ شكرا لكم كاملين كنحماق عليكم شكرا سي خالد لي ان شاء الله تعالى ديما الجديد وحنا ديما معاك وقت ما كاينه شي حاجه مرحبا بك عيط وحنا في الخدمه ان شاء الله تعالى ديما مع البرومو الله يطول عمرك وان شاء الله البنات كلهم يجيو يتواصلوا معك على الرقم دائما اللي كاين في اعلى الشاشه التواصل مع خالده البنات تماره دائما محل تاج محل غادي تواصلوا مع الرقم ديالو اللي كاين في اعلى الشاشه اللي هو 016 740 700
19. شكرا لكم كاملين، وما تنساوش دائما سنتر فيلا البنات قصريه البركه، الدهر ديال قصريه البركه، فين غادي تلقاو ان شاء الله تعالى هذا الخير كله. وما تنساوش رحنا ديما معكم، محدكم دائما معنا. شكرا لكم كاملين، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تنساوش دائما رحنا كنموت عليكم. باي باي.